هلأ وقتها نحكي عن معرض شوي غريب من نوعه، شوي جديد من نوعه، معرض بيحكي حوار، ولكن كل التفاصيل رح نحكيها مع الفنان التشكيلي سيمون مهنا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ يعطيك العافية. قلت لي اسم الله عليك، ماشي أكثر من معرض بذات الوقت. ركز ركز. حاسس اليوم سيمون أنه الناس صار عندها أكثر حب للمعارض، عم ترجع هيدا يعني هيدا النوع من الفنون له فترة عم يرجع ينتعش، يعني قطع بفترة يمكن كان هامد. كيف شايف هالكمباك تبعه؟ مزبوط، اخر سنتين ثلاثه صار في هيك فوع على الفن وعلى الجاليريز وعلى الكذا. هلا ما بعرف شو الخبريه، اذا نحكي على السبب ما كثير حلو. السبب هي خبريه انه البنوكي انه علقوا المصريات العالم، صاروا بده يعملوا انفستمنت بالارت. صار في عالم تفهم عالم ما بتفهم، بس الافانتاج انه كل العالم حتى اللي بعد ما كثير بتعرف بالفن صار عندها حشريه. في فوايد يعني، في صار عندها حشريه ودفعت مصاري، سو صار بدها تعرف اكثر، سو صارت تعرف. سو ايه صار في انتعاش وفتح كثير جاليريز يعني خصوصا اخر سنتين. هلا اكيد الجاليريز والفنانين المعروفين والمهمين معروفين مع مين، بس انه عم بيصير في كثير. حتى هلا بيما تبع وزاره، المجموعه تبع وزاره الثقافه يعني عمل متحف كثير حلو لها، حيبلشوا عمار في كمان قريبا. وهيدا الشيء على كل حال يسري ويغني البلد ثقافيا من بهيدي الفنون الجديده والحلوه. وانت من بتحب الفنون المعاصره صح؟ انا شغلي معاصر. شغلك معاصر صحيح. طيب اليوم سيمو لما بنقول شغلي معاصر، يعني انت معقول تكون بلشت شيء ونقلت شيء، او انت من الاساس اخذت هيدا الخط لك؟ لك طبيعي واحد يكون مأثر بس يبلش، انه واحد مطرح ما بيدرس بيكون مأثر باساتستو، بيكون مأثر هلا كمان في الانترنت، كل واحد بيكون شايف كل شيء حواليه. وبعدين مع الوقت بصير ياخذ خط خاص فيه وطابع خاص فيه، اكيد بده وقت كثير، وبصير يعني هي بالفن هي مثل رحله اكتشاف يعني للزيت لشغل للكذا، عشو بده يضوي عشو ما بده يضوي، وبصير الواحد يتفاجأ بحاله يعني وين بيصير وين بيوصل. قد ايه بتحط من حالك، من شخصيتك، من اللي بتشوفه بالانتوراج تبعك باللوحات يلي عم تعملها؟ هلا انا بنوع فني كشكل خاص انه اي انه بتاثر بالحوالي، لان اي جت انسبايرد من العالم اللي حوالي، من القهوه اللي بقعد فيها، من العالم اللي بشوفك اليوم. وباخر سرير اللي حنشوفه هلا بالمعرض كانت اول مره حتى انه بكون عم بتاثر يعني بالمساحة اللي حوالي. عادة مركز على الشخص، على الفيتشرز، على القصة أكثر من المطرح ما هي عم بتصير يعني الإسباس. سو هي أول مرة بنكون عم بكتشف الإسباس، يعني كان بسينتي الكالت تبعي، المنفضة، الفاز، الورود، صرت تطلع فيهم بغير نظرة من وراء الكورونا يعني، وقت انزربنا بالبيت صرنا نطلعهم قبل ما كنت تشوفنا. مزبوط، جبرتنا الكورونا نغير قصص بحالنا. طيب إذا بدنا نحكي أكثر عن المعرض يلي عم تعمله اليوم، خبرنا شوي عنه، لأنه هو فيه حوار، فيه ديالوج. مزبوط، المعرض اللي عاملينه هلا اجت فكرته مع الكوريتر اللي عملته، هي رندا صدى بالجاليري عندنا ب while we're young. اوكي. سو رندا قررت انه تاخذ حدا من الفنانين المودرنيست، من رواد الفن اللبناني، ومن اهم فنان تعبيري لبناني اللي هو رفيق شرف. رفيق شرف كان فنان من بعلبك، عايش ببعلبك، طلع من بعلبك، اكتشفوه ببعلبك بيت حيدر وبعثوه بمنحه لبرا درس. أوكي. ورجع اجى هون وصار من اهم الفنانين هون. أوكي. هلا شغله كان شوي قاسي بوقتها، بس انه هلا بنشوفه وبنشوف قد ايه كان عظيم، وحتى بوقتها يعني بس بين وبعرض وكذا كان كمان فنان عظيم. كان كمان يكتب مش بس يرسم، كان عنده حس يعني ادبي، كان شاغل مثلا حتى لوليد غلميه اللي كان دايركتور تبع الكونسرفاتوار ناسيونال الياباني الفاينلز تبعه، يعني كان فايد بكل الاخبار، وكان كمان عنده فكر يعني يساري او عربي بحلو. هلا اذا بدنا نحكي على رفيق شرف شو خصوصيته، انه بتصور كان من اول اذا مش اول فنان درس برا، اجا صار بده يشوف طابع عربي او يفرج طابع عربي بشغله. اوكي. سو بنشوف هون بس فات بالسري تبع عنتر وعبلة، بس بلش يشتغل هالقصص الميثولوجيك من عنا من المنطقه، او من القصص اللي بنشوفها بنسمعها نحن وصغار. فكان بتصور اول فنان عم بنبش على هيدا الشيء. هل يا ترى لفكره كيف كان انه يفكر لسياسته؟ ما بنعرف. وبذات الوقت لانه كان محزب، بس انه كان يميل للفكر اليساري بوقتها يعني. فرفيق شرف اكيد بس نكون عم ندرس كذا كلنا انه يكون في عندك حدا هيك ايدول او شيء. انا صراحه كنت كثير حب شغله. اوكي.
وحب هيدا التعبير تبعه لانه في شغله قاسي، مش انه هيدا الشغل اللي جاي راسم انه مثلا بيزاج بطريقه مهضومه وساق شمس وكذا. تخيل فنان من بعلبك راسم بعلبك بالوان هيك شوي غامضه سايلنت رماديه وسوداء وكذا هيك قاسي. سو انا شغلي كمان فيه هالفيولانس. هلا هونيكي عنده احساسه مبين اكثر باللوحه، بينما اذا عم نجي نعمل الاوتو كريتيك على الشغل انه انا شوي سي فيولان اكثر بالشغل. اوكي، فهون اذا بدنا نشوف الرابور او ليش الحوار او ليش ما هيدا السؤال انه ليه انتم اجتمعتوا سوا؟ ليه الفن تبعه مع الفن تبعك اجتمعوا بهيدا المعرض؟ مزبوط. هلا كل واحد اكيد عنده خصوصيه معينه، وما عم شبه حالي اكيد لحدا، مثل رفيق شرف نحن بالعكس، يعني انا مبسوط انه نقوني تعمل هيدا الشيء. في خصوصية واضحة إذا عم نحكي استاتيك بس نتطلع، بس نحن جربنا أنه نبعد عن هالشي. يعني إذا شفنا البسيني تبعه والبسيني والكيف بيرسم إكس وإيجراج، ما فتنا بهذه الخبرية. أوكي. كان حوار أكتر فكري أكتر ما هو بصري. أوكي. للعالم كمان يتفاعلوا مع المعرض، وكان مبارح الأوبنين ديجا كالك شوز كتير حلو. ألف مبروك. كان حوار فكري، كان حوار شوي أنتيم على كيف هو الأبروش تبعه مع فنه، كيف أنا الأبروش تبعه مع فنه. في مطارح من الآيرة، في مطارح من الباعة مثلا بالفيزان والرصاص والكذا، أنه بنشوف هيدا اللينك بالخط. اشتغلنا كتير على تطور الخط التعبيري اللبناني لفنانين عايشوا بلبنان. أكيد بس هي يقول لها فنانين من جيلين مختلفين. مزبوط. يعني هيدا الاختلاف بالأجيال كيف انعكس على المعرض وعلى اللوحات الموجودة فيه؟ هيدا الحلو يعني هيدا الفكرة، هي أنه بتشوفي هيدا الشيء أنه كيف كل واحد المواضيع صارت، يعني كانت هو بتشوف الاختلاف، يعني بتحس أنه في نقلة صار. مزبوط. في نقلة بتشوف النقلة مش أنه بالفنانين قد ما هي بالمجتمع، أنه المواضيع اللي كانت تشغله غير المواضيع اللي بتشغلني. بس طلع باللوحة غير اهتماماته وغير اهتماماتي. صحيح صحيح. طيب حلو هيدا الشيء، يعني عم تتركوا كمان مجال للناس يلي عم تجي على المعرض انه هي كمان تبني افكارها وتبني الصورة يلي معقول تطلع منها من خلال هالحوار يلي انتم بنيتوه بهاللوحات الموجودة. مزبوط. وهن حتى يعني السلكشن تبع اللوحات كانت كثير انترستينج، لان كان في تعاون حتى مع متاحف وفونداسيونات بلبنان، يعني مع دالون فاونديشن، مع سرادار، مع لايك ا لوت اوف ميوزيومز اند برايفت كولكتورز. يعني رحنا الحلو كانت الرحله انه تجيب اللوحات، لان من هون بدك تجيب هيدي وهيدي من هون وتنقي البيسز لتخلق هيدا الحوار. حلو. وقد ايه صعب انه تنقي مثلا شي 15 قطعه تتلخصي شوي شغله لحدا عايش وعمل كل هاللوحات، يعني ما منه شيء هي 15 لوحه لرفيق بلزوم وانت بالمقابل كمان نفس العدد اكثر شوي أكتر. اكيد لانه في لوحات متاحه اكثر هونيك شوي اصعب الخبريه. يعني رح نكون هيك قدام اذا بدك عصرين مختلفين ونحن بدنا نبني القصه تبع يعني الاشياء وين معقول تاخذنا وتركنا لكل واحد خصوصيته، مش انه جايين عم نعمل كومباريزون اتقول، يعني بالعكس، بس انه كنا عم نعمل له اوماج، لان رفيق شرف بالنسبه رأي شخصي هيدا انه ما اخذ الحق اللي لازم ياخده، مع انه كثير اخذ حق. يعني انتبه من الفنانين اللي كثير مهمين حتى كاسعار كثير مهمين، بس انه بالنسبه لي بعد لازم يكون بعد مبين اكثر. برايك انه اوقات بلبنان يعني ما بياخذ الفنان حقه مثل ما لازم، خاصه بالمجال تبعكم؟ هلا ما فينا نحكي على رفيق شرف، يعني اخذ حقه معروف كل اللي بالدومين بيعرفوه، بس انا عم بحكي انه يصير متاح اكثر اوكي للعالم اللي ما بتعرف بعدها مضليعه بالفن اللبناني اذا بدك، يصيروا يعرفوا. هلا العالم اللي بيعرفوا بالفن اللبناني بس تقول فنان تعبيري وفنان لبناني مودرنيست دغري رفيق شرف. اوكي. بس انه هو حتى كاركتير وما كان بيقولوا، يعني انا ما هيدا انه هو ما كثير كان، يعني اللي بحبه كثير بس ما بيعرفوا بهيك، ما كثير بقرب وما كان كثير فايت بجو الجاليريات اللي كانت بوقتها. هيدا الشيء ساعد فنانين اخرين وشغله شوي صعب، بس انه الكل حتى بوقتها بيعرف قوته وبيعرف قد ايه شغله. قد ايه تابويات انكسرت من وقتها لليوم، يعني من ايام رفيق لليوم؟ سوري، قد ايه تابويات انكسرت؟ يعني قدرنا نتخطاها، قدرنا يعني نروح اكثر بالاشياء. بتصور الفنان اذا كان رسام ولا كان شاعر ولا كذا، ما عنده فكره خبريه التابويات وكذا. هلا اللي بيطلع بشغله رفيق بقول لك انه رفيق كان ما كثير اوبن او كذا، وجاي من بعلبك وجاي هيك وما عنده كثير نيو وما عنده هيك، بس انه تفاجئنا بشيء كثير مهضوم انا ما كنت بعرفه صراحه. شايف له كم شغله نيو ديسان عامل بالكتاب، هو عامل كتاب كله دي نيو يعني كذا، انه هيدا زلمه عايش بوقتها من بعلبك وقد ايه كانوا منفتحين فوق وقد ايه كذا، وحتى فوق
يعني كان في بيت حيدر فوق كانوا فاتحين دار اذا بدك لكل الانتلكتشوالز لكل الكتاب الشعراء الكذا الفنانين ويعني كان كثير افانغارديست اللي هن عملوا اول جريده على ايام الانتداب يعني اول جريده تا يحكوا ويحاربوا الانتداب يعني تخيلي فوق شو كيف كانت الخبريه لا ما كانوا ما كان فيها التابويات بتصور يعني طيب المعرض مبلش مبارح كان مزبوط. الافتتاح لأي متى باقي؟ باقي لسبعة الشهر لسبعة أدار أدار كل يوم رح يكون مزبوط من العشرة للعشرة Endless Impulse من العشرة للعشرة والكل مدعو أن يروح على الجاليري While We're Young اوكي من العشرة للعشرة من مبارح يلي هو خلص لسبعة أدار صحيح ميرسي كتير لألك سيمون وبالتوفيق بهالفكرة الجديدة والفريدة من نوعها يلي انتو عملتوها وبفتكر هي رح تكون باب وطاقة جديدة لأشياء جديدة كمان نرجع نشوفها بالمستقبل أهلا وسهلا